صالة جديدة في مطار الملك خالد الدولي تخدم 12 مليون مسافر سنوياً. الصالة 5 بدت جاهزة أكثر من أي وقت مضى للبدء باستقبال المسافرين. نظم المسؤولون عن المطار تشغيلاً تجريبي يقفون فيه على آخر الاستعدادات للانطلاق الجزئي يوم الأحد القادم، حيث يتضمن هذا التشغيل الجزئي 3 رحلات افتراضية ركابها من العوائل والطلبة. تختبر هذه الرحلات كافة مرافق المطار وأنظمته. المطار مجهز من جميع الأنحاء، نشكرهم على ما قدموا. جيتنا المطار في البداية، شفنا التجهيزات ما شاء الله. الأحد القادم هو موعد التشغيل الجزئي للصالة والتي ستقلع منها الطائرات إلى 3 وجهات يومياً وبمعدل 6 رحلات بتدرج حتى الانتقال الكلي إلى هذه الصالة والبدء بالأعمال الإنشائية في الصالات الأسبق حتى الانتهاء منها، ثم توزيع الرحلات على جميع الصالات والتي ستكون بأحدث المواصفات وجاهزة لخدمة المسافرين لسنوات طويلة. احنا استعجلنا على توجيهات المسؤولين في الهيئة العامة للطيران المدني على رأسهم معالي الوزير الأستاذ سليمان الحمدان، انه نفتح الصالة بأسرع وقت يستفيد منها المواطن والمقيم قبل شهر رمضان وخلال شهر رمضان حسب توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة. اللي بيجي للصلاة بيلاحظ بعض الأعمال التكميلية والتجميلية خارج الصالة، وهذا يعني إن شاء الله لا يؤثر على تشغيل الصالة بالكامل. التوسعة التي يشهدها مطار الملك خالد من خلال إنشاء الصالة ذات القدرة على استقبال طائرات الإيرباص 380 العملاقة تعد هي الأضخم في تاريخ أكبر مطارات العالم من حيث المساحة. عبد المحسن الحربي، الإخبارية، الرياض.